سوريا مهد لعدة حضارات أبدعت في مجالات كثيرة، في عمارة وفنون وعلوم. تقع على ملتقى ثلاث قارات، تأسست عليها ممالك وجرت فوق أرض الحروب وسكنت منذ ما يقارب مليون عام، وترك إنسان ما قبل التاريخ آثاره فيها من حوالي 100,000 عام. لذلك بتنتشر على أراضيها مواقع ومساحات أثرية تاريخية على طول جغرافيتها وعرضها. زاد عدد هذه المواقع على 5,000 موقع أثري تقريبا، وهلأ نسمع التصحيح من الأستاذ. تضم في جوفة آثار لنحو 40 حضارة إنسانية وأكثر، من إبلة وأوغاريت وماري، مرورا بالحضارة الأرامية والفينيقية والأكادية والكلدانية، وصولا للبيزنطية والرومانية والعربية. حديثنا اليوم عن رجال التنقيب الأثري، عن رجال الدراسات الأثرية، ومعنا الدكتور همام سعد، مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف. مساء الخير دكتور همام، يسعد لي مساك. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. دكتور همام، بدي أسألك عن واقع عمل المدير العام للأثار والمتاحف حاليا، وكيف كان عمله قبل الحرب. أسعد الله أوقاتكم جميعا وجميع المستمعين. طبعا الجميع يعلم بأنه قبل الحرب على سوريا عام 2011 كان هناك ما يقارب من 150 بعثة أثرية، سواء وطنية أو مشتركة أو أجنبية، تعمل في سوريا. وللأسف مع بداية عام 2011 أغلب البعثات توقف عملها. نعم. وأيضا البعثات الوطنية أيضا توقف عملها لأن الأولويات تغيرت. نعم. الوضع الراهن حاليا بعد 13 عاما هناك بعثات عادت للعمل، هناك حوالي 7 بعثات إيطالية مشتركة مع السوريين عادت للعمل في مواقعها، إضافة إلى بعثة هنغارية سورية هنغارية، طبعا نحن نتحدث كلها مشتركة، كلها مشتركة لا يوجد بعثة أجنبية لوحدها. نعم. إضافة إلى البعثة السورية التشيكية في موقع تل الشامية، ولدينا بعض المشاريع الصغيرة مع جهات متعددة، سواء لا سيما أولويات الترميم، الترميم أي أعمال البعثات هذه تنصب في المرحلة هذه على تقييم الأضرار وأعمال الترميم والتأهيل. نعم. هل كان قبل الحرب بعثات أوروبية خالصة فينا نقول؟ نعم، كان هناك بعثات، كان في بعثات أوروبية بعثات أجنبية. طيب. فقط بدنا نحكي عن باولو ماتيه. باولو ماتيه مكتشف أو معيد اكتشاف إبلة، خلينا نقول هيك. في شخص مثل باولو ماتيه، مواليد 1940، تم تكريمه بوسام الاستحقاق السوري، شخص ساعد سوريا على على إعادة اكتشاف حضارة إبلة. ليش ما عندنا أشخاص مثل باولو ماتيه؟ كتير ناس بتسأل هذا السؤال. يوجد أشخاص، نعم، لكن المشكلة ليست فقط بأنه وجود أشخاص. غنى سوريا الكبير للأسف هناك إمكانيات محدودة، عندما تكون الإمكانيات متوفرة كما تتوفر لهذه البعثات سيوجد آلاف مثل باولو ماتيه. نعم. رغم أن باولو ماتيه عمل الكثير ويحب سوريا كثيرا. نعم. وهو أول أشخاص أيضا الآن اليوم من في الأمس أنا أتيت من موقع إبلة، لأن البعثة باولو ماتيه عادت العمل في الموقع. نعم. عادت العمل في الموقع، وهو جدير بالاحترام لأنه كما نعلم بأنه خلال الحرب على سوريا أتى مرتين أو ثلاثة إلى سوريا وتم معاقبته. نعم. من العديد من المؤسسات ومنعه من النشر لأنه حضر إلى سوريا. لكن المشكلة بأن عدد المواقع الهائل والكم الهائل من الآثار في سوريا لا توجد الإمكانيات الكافية لإظهار هذه المكتشفات. فالبعثة الأجنبية لديها إمكانيات عندما تأتي إلى سوريا، إمكانيات نتحدث عن إمكانيات المادية والإمكانيات الأخرى أيضا، التقنيات الحديثة. نعم. وبالتالي يظهرون أعمالهم أكثر من البعثات الوطنية. نعم. لا سيما خلال فترة الحرب، لأن انقطعت العلاقات تامة مع كل العالم الخارجي. نعم. نعم. قديش كان عدد العاملين تقريبا قبل الحرب في القطاع الأثري، وقديش عددهم حاليا؟ قبل الحرب على سوريا كان هناك ما يقارب 2500 موظف في المديرية العامة للآثار، أنا أتحدث عن كل سوريا. نعم. هناك ما يزيد عن 400 شخص تركوا لأسباب مختلفة. نعم. المديرية، يعني بقيان 2100 تقريبا. قديش بيحتاج القطاع لينمو ويزدهر مرة تانية؟ أعداد، كأعداد كأعداد نحتاج إلى أكثر من 3,000 3,000 أكثر من 3,000، يعني بتكون حاليا تقريبا، خلينا نقول 1,000 أو 900 تقريبا. في مسابقات لرفض القطاع بكوادر جديدة؟ الجميع يعلم هو قانون العاملين الموحد في الدولة، والآن لا يوجد مسابقات لأن وتوقفت عمل المسابقات لأن حسب قانون العاملين الموحد أنها عبر وزارة التنمية الإدارية. نعم. لكن لا يوجد، لا يوجد حاليا. كتار بيسألوا دكتور همام أنه الشخص اللي بده يتوظف بالمديرية العامة للآثار والمتاحف أو يتوظف ب بعثة تنقيب أثري أو بعثة ترميم أثري، شو بده يكون دارس؟
كتوظيف مختلف عن مفهوم العمل. نعم. التوظيف ليس بيد المديرين العامين. لا مو كتوظيف، عم بحكي كعمل. كعمل هناك نتحدث عن، على سبيل المثال أتحدث عن البعثة في إبلة منذ حوالي أسبوع بدأنا العمل. نعم. هناك طلاب من جامعة حلب. نعم. قدموا طلبات بشكل إفرادي شخصي يرغبون العمل في البعثة، وتم نعم. الموافقة على طلبهم وهم الآن يعملون مع البعثة. من جامعة حلب، من اختصاصات، من عدة اختصاصات. طلاب آثار. طلاب آثار. يعني كلية الآداب قسم الآثار. قسم الآثار. نعم. تماما. هناك 7 أو 8 طلاب قدموا طلبات شخصية للمدير العام وتم قبول طلباتهم وهم يعملون الآن مع البعثة في الموقع. نعم. من يرغب بالعمل أحيانا البعثة لديها إمكانيات. فعلى سبيل المثال نتحدث، نحن لدينا أقل الاحتمالات 2 أو 3 أشخاص يمكن المشاركة في البعثة حسب إن كان الإمكانيات. أكبر لدى البعثة يمكن مشاركة عدد أكبر. تقريبا قديش عم بيكون كل بعثة تقريبا؟ عم على ما لا يقل عن 3-4. 3 أقل شيء. تمام. وحصرا بدهم يكونوا من قسم الآثار، لأنه بيقولوا مثلا لا. طلاب قسم تاريخ التاريخ مسموح لهم. مسموح لهم. نعم. وطلاب وكليات الهندسة المعمارية مسموح لهم أيضا. نعم. إذا فينا نقول 3 أقسام أو 3 كلية، من كلية الآداب قسم الآثار وقسم التاريخ والهندسي بس، لكن حسب العمل البعثي. على سبيل المثال عندما تحدث عن بعثة تقوم بالترميم، نعم، فهنا لا يوجد أي مشكلة بمشاركة مهندس، لأن الترميم هو بالأكثر للمهندسين، للمهندسين العمارة أو المدنيين. نعم. لكن إذا كانت بعثة تنقيب حصرا سيكون إما لتاريخ خريج تاريخ مختص في الآثار أو لخريج قسم الآثار. نعم. الفرصة تكون للآثاريين، لا نعطي فرصة لمهندس يأخذ فرصة الآثاري. نعم. أو العكس. أو العكس تماما. هل يخضع رجال التنقيب لدورات تدريبية من فترة إلى فترة؟ كمان نتحدث هنا عن رغبة الشخص. على سبيل نعم. المثال هناك في المديرية العامة عديد من الطلبات يأتي الطلاب بشكل إفرادي إنهم يرغبون التعلم. نعم. ونحن نحاول أن نتيح لهم فرصة التعلم في المديرية، سواء في المخابر، مخابر المديرية العامة لأعمال الترميم، القطع على مختلف أنواع القطع، الفخار، المعدن، العاج، أو التنقيب نتيح لهم بالأعمال مع البعثات أو الترميم، ترميم نعم. المباني. الفرصة متاحة لمن يرغب التعلم حصرا عن طريق المديرية. ما عم بيكون في دورات خارج المديرية؟ يعني لأن الآثار هي فقط المعنية تعني فيها المدير العام للآثار والمتاحف حصريا. هناك منظمات تعنى بهذا الأمر. نعم. لكن المنظمات ليس هو من موضوع المدير العام للآثار. نعم. على سبيل المثال هناك منظمات تفتح الباب أمام الجميع، دورات أونلاين عبر الإنترنت لمن يرغب التسجيل، لكن لا تتدخل فيها المديرية لأنها مستقلة منظمة، أو حتى أن هناك على سبيل المثال منظمات أو جهات علمية خارجية تفتح بعض الأحيان دورات عبر الإنترنت لمن يرغب المشاركة. شو هي مواصفات رجل التنقيب إذا فينا نعطيه مواصفات؟ الصبر. الصبر بالدرجة الأولى، لأن العمل شاق جدا. نتحدث عن العمل في ظروف سيئة جدا جدا جدا. نعم. عندما تكون في الصحراء على سبيل المثال تحت الشمس في الغبار، وأيضا هناك مخاطر، على سبيل المثال هناك أفاعي، عقارب، مياه لا يوجد، كثير من الأحيان نعاني من هذه الصعوبات، النوم في الخيام. نعم. لأنه لا يوجد أبنية، الكثير من المخاطر والصعوبات في عمل المنقب الأسري. أثناء الحرب شو صار معاكم؟ أنتوا كنتوا تطلعوا على الصحاري، على البوادي. نعم. إلى هاي المناطق اللي فينا نقول عنها منعزلة. نعم. وكانت مسرح أحيانا لوجود الإرهابيين أو وجود أعمال حربية فيها. طبعا للأسف كان هناك الكثير من المشاكل، ونتحدث على سبيل المثال أذكر أمثلة، عندما تم تحرير مدينة تدمر على يد الجيش العربي السوري كنا من الأوائل الذين وصلوا إلى موقع تدمر للوقوف على واقع الأضرار والدمار والتوثيق. من الضروري جدا هي القيام بعمل توثيق قبل أن يتم تحريك أي شيء. نعم. وللأسف عندما كنا في الموقع كان هناك الكثير من الإلغام في الموقع، ولم نستطع الدخول إلى الأماكن في الموقع، وهناك حالات كان ربما أدت بذهاب الكثير من إلى قطع أطراف أو قطع أيادي، لكن الحمد لله لم تصبح هذه الحالة، لكن كان هناك إلغام في الموقع. نعم. على سبيل المثال آخر، أيضا أثناء ذهابنا إلى البوكمال إلى موقع ماري كان نعم. على كان هناك مجموعة من الاشتباكات، ووصلنا في الفترة لم تكن مناسبة. نعم. فاضطررنا إلى الاختباء والهروب من في تلك الفترة. طبعا كثير من الأمثلة. نعم. وعمل هو عمل مضني وجهد كبير جدا بالنسبة للمنقبين الذين بالأساس عددهم قليل في المديرية العامة للآثار والمتاحف، فالمنقب لا يوجد عمل له سوى التنقيب. نعم. وتتخيل أن هناك 13 عاما من انقطاع عن هذا العمل. نعم. لا يوجد عمل له كمنقب.
ضل 13 عام لا يوجد عمل في التنقيب إلا باستثناء الأعمال التنقيب الطارئ. الطارئ عندما يكون هناك يظهر فجأة شيء، على سبيل المثال لوحة الرستن. هاي بدي أسألك عنها، لوحة الرستن شغلة كبيرة. السنة الماضية نعم. طبعا حسب ما قلت أنت لبعض الصحف، كان هذا الاكتشاف من أهم الاكتشافات نعم. الأثرية نعم. يلي صارت بسوريا بمدينة رستن. لوحة فسيفسائية كبيرة، بعتقد 40 متر مربع، أو لا 400 متر، 400 متر مربع، لمصورة رسمة أو نعم. حادثة من الميثولوجيا، من الأساطير نعم. البيزنطية على ما أعتقد، الرومانية، الرومانية للقرن الرابع. ممكن تحكي لي عنها وليش هي أحد أهم الاكتشافات؟ طبعا اللوحة هي نتاج أيضا للأسف ممكن نستطيع الحرب نعم. كانت هناك هي معدة للتهريب، كان المسلحون يحاولون بيعها وسرقتها لتركيا، وظهرت اللوحة في عام 2017 على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد الأشخاص يحاول بيعها، لكن في وأنا احتفظت بالصورة في ذلك نعم. الوقت، لكن لا نعلم مكانها. عندما تم تحرير المدينة الرستن، الجهات المختصة في المكان بناء على معلومات من أحد الأشخاص، طبعا لم تكن ظاهرة اللوحة، وصلنا إلى المكان، وبناء على دلالة الجهات المختصة أن ضمن هذا المنزل، حفرنا ضمن هذا المنزل ووجدنا الجزء الأول من اللوحة. الجزء الأول نعم، الجزء الأول، لكن بسبب وجود الأبنية لم نستطع استكمال أعمال التنقيب. نتحدث عن التنقيب ضمن منزل في أحد الغرف نعم. فكان الخيار أن نعود أن نقوم بردمها، ومن ثم الانتظار إلى حين شراء المنزلين ليتم إزالة المنزلين والقيام بعمل التنقيب نعم. فاستمر الأمر منذ عام 2018 وحتى عام 2022، أربع أعوام ونحن نحتفظ بهذه اللوحة تحت الأرض نعم. ومع بداية الأعمال التنقيب ظهرت اللوحة الأولى التي كنا نعرفها، وهي التي المسلحين لم يقوموا بالكشف عن اللوحة الجزء الثاني نعم. هم كشفوا جزء من اللوحة التي تعرف بلوحة الإله بوزيدون نعم، إله البحار. مع استمرار الأعمال ظهر المشهد الرئيسي الذي هو يعرف باسم حرب الأمازونات. الأمازونات هم الفتيات المقاتلات بالأساطير اليونانية من إلياذة هوميروس نعم. والأسطورة مشهورة ومعروفة بالنص التاريخي نعم. ولا يوجد أي تمثيل لهذا الشكل أو هذه الشخصيات على لوحة فسيفساء بالعالم. بالعالم إذن هي مذهلة ولا مثيل لا إله، يعني المذهل موجودة عنها. المذهل فقط ليس فقط بأن هي الممثلة، وإنما الشخصيات المذكورة بالأسماء اليونانية بإلياذة هوميروس نعم. مع التمثيل كل شخص ماذا يقوم به من أعمال حربية مع السلاح، إضافة إلى وجود أسماء غير مذكورة في إلياذة هوميروس مذكورة ضمن اللوحة، أسماء زيادة، أسماء غير معروفة تماما نعم. إضافة إلى مشهد ثالث والذي هو يعرف باسم حرب القناطير. حرب القناطير طبعا هناك أسطورة مشهورة أيضا، وجدنا على حتى يفهموا اللي عم يسمعونا أنه القنطور هو كائن، القنطور هو كائن نصف إنسان ونصف حيوان، ونصف حيوان بيكون أحيانا جسده جسد حصان نعم. ولكن الرأس رأس إنسان. فالأسطورة مشهورة أيضا عندما كانت في حفلة عرس، والقناطير قاموا بالتخريب حفلة العرس نعم. لشعب لابتيس، ونشبت الحرب وتم القتال فيما بينهم، وهي مشهورة هذه أيضا على هذه الأسطورة، تم العثور على هذا المشهد أيضا نعم. وأيضا الشخصيات المذكورة غير مذكورة في إلياذة هوميروس جميعها نعم. طبعا إضافة إلى ذلك هناك فكر فلسفي في المنطقة مشهور، منطقة أفاميا نعم. الفكر الأفلاطوني الحديث مشهورة جدا، ونحن أيضا نتحدث عن فترة جوليان الجاحد نعم. الذي عاد إلى الوثنية بعد أن كان انتشرت المسيحية في فكان في هناك حرب ديني في ذلك في تلك الفترة نعم. وبالتالي الفكر الفلسفي الهليني أي الهلينيستي أي الشرق الغربي كان الأكثر قوة نعم. وهنا ضمن هذه اللوحة نشاهد الكثير من الثقافة الهلينية الموجودة في نعم. تأثيرات اللوحة الفسيفسائية نعم. بما أنه لساتنا عم نحكي بموضوع الكشف الأثري المذهل اللي صار بمدينة الرستن، قلت لي أنه أنتوا اشتريتوا المنزلين نعم. كتار ناس بيقولوا يلي بيطلع عنده أثر بالبيت راح بيته عليه وانتهى كل شيء. انت هلا عم تأكد لي انه انتو اشتريتوا بيت نعم البيتين نعم اشتريتوا نعم المنزلين نعم وبسعرهم الحقيقي، بالسعر الرائج، بسعر الرائج نعم، وبرضى الاصحاب، وبرضى صاحب البيت نعم، وبرضى صاحب نعم المنزل نعم. نعم هذا كتير رائع على لانه فكرة. لا يوجد القانون معروف، نحن المؤسسة حكومية نعمل بالوفق القانون نعم، لا نستطيع ان ناخذ او نصادر ملك اي شخص خاص لان الدستور يحميه نعم. يتم الاتفاق على الشراء بموجب القوانين والأنظمة، والشخص يتم تكوين لجنة من المحافظة والبلدية وتقدير السعر الرائج، ويتم منحه السعر الرائج.
وخرج من المنزل وتحول المكان هلا لموقع اثري، وتحول ملكية المكان من الملكية الخاصة الى ملكية المديرية العامة للآثار والمتاحف. والمتاحف. نعم. بما انه عم نحكي عن البعثات بشكل عام وبعثات التنقيب بشكل عام، ونحن يعني سوريا من الخمسينات على ما اعتقد البعثة السويسرية صارت مجددة اكثر من مرة، بعثة باولو ماتيل، نعم، بعثة نعم. الإيطالية من عام 1963. يا ترى سوريا يلي هي مهد للحضارات وملتقى القارات وفيها أكثر من 40 حضارة متعاقبة، مر عليها الإسكندر المقدوني، مر عليها الكثير، مر عليها كثير، نحن ما عنا حدا من آثريين بيشتغل ببعثات خارجية؟ يوجد، نعم يوجد، لكن ليس من المديرية العامة للآثار. يوجد آثريين سوريين يعملون في العديد من الدول، على سبيل المثال أنا عملت في الجزائر، نعم، عملت في فرنسا، نعم، ولكن بشكل إفرادي، بشكل إفرادي، ليس من المديرية العامة، لا، مع أن القانون يسمح في حال كانت المديرية العامة للآثار والمتاحف ترغب وفق القوانين الدول الأخرى القيام بعمل تنقيب، نعم. لكن في سوريا الكثير، نحن أصلا بلد فيه آثار. نعم، هناك في بجوز ندرة للآثار حتى، يعني نعم، عندما تتحدث عن أوروبا أو الدول الأخرى مختلف تماما عن سوريا. هل هناك نصيب محدد يعني او نسبه محدده من كل بعثه، من كل بعثه اجنبيه هلا حاليا عندنا، انه لازم يكون في اثار سوري موجود فيها او اثنين او ثلاثه؟ في نسب انتم عم تحددوا له؟ في فريق، طبعا في فريق سوري، فريق ما يوازي الفريق الاجنبي. على سبيل المثال عندما نتحدث ان الفريق الاجنبي لديه 5 اشخاص، نحن نضع 5 اشخاص من المديريه العامه للاثار والمتاحف، نعم، من مختلف الاختصاصات. نعم، الكثير من لا يعلمون بان المنقب هو مثله مثل عمل الطبيب، نعم، لكن طبعا الطبيب لديه عوائد فادية أكبر من المنقب، من المنقب، نعم، المنقب كمنقب هو مدير البعثة، لديه اختصاص طب، نعم، لديه اختصاص جغرافيا، لديه اختصاص أحيانا علوم بيئية، لديه اختصاص هندسة. البعثة يجب أن تكون جيولوجيا، جيولوجيا وطبوغرافيا، نعم، وكل العلوم تصب في علم الآثار، نعم، وبالتالي العمل هو كل لديه اختصاص. وأحيانا نتحدث يمكن أن نصفها بعملية الجراحة أيضا، عندما تقوم بتنقيب الطبقات الأثرية ليس الغاية البحث عن الكنوز أو القطع الأثرية، وإنما هو الكشف من خلال هذه الطبقات عن الصفحات التاريخية للمكان، نعم، هذا الأمر هو في غاية التعقيد. عندما تريد أن تعرف أنه حدث حريق أو أن هناك نباتات مدجنة أو ما شابه لذلك عن الأمراض في الهياكل العظمية أو ضمن المدافن أو الطقوس والعادات، كل هذا الأمر هي من صلب عمل المنقبين الأثريين. نعم، بما أنه في أثريين سوريين اشتغلوا بالخارج، هل سجلت بأسماء اكتشافات بارزة ساهموا أو ساهموا حتى باكتشافات بارزة؟ طبعا عندما يشارك السوري في الخارج بشكل إفرادي لا يكون هو صاحب البعثة، نعم، هو بصفته عضو مشارك، نعم، يحق له نشر بعض الأجزاء التي يحددها مدير البعثة. الاكتشاف أو موقع هو باسم الجامعة أو المعهد الذي تقوم بالعمل، نعم، هو بيحق له فقط يقول أنا كنت من الفريق، كنت من المشاركين في هذه البعثة، وبعض الأحيان يقوم بالمشاركة بالنشر العلمي، بالنشر العلمي، النشر العلمي. أديش راتب رجال التنقيب؟ مراتب اي موظف في الدولة؟ في الدولة قديش راتبك انت تقريبا؟ معلش 330 ألف. هذا اعلى راتب فينا نقول انت مدير، لانه مدير وحاصل على دكتوره، هذا راتبي حاليا. هذا راتبك، راتب المدير 330 ألف. عندكم حوافز طبيعة عمل؟ هل بتاخذوا مكافآت؟ كان يوجد المكافآت وحوافز، تم توقف العمل بالمكافآت للأسف. نعم. حاليا لا يوجد، لكن هناك شيء آخر يمكن أن نسميه الشغف. الشغف، نعم، هو فعليا علم الآثار هو شغف وحب، وهو فن بالنهاية. هو الكثيرين من المنقبين وأنا أعلم جيدا في بعض الأحيان يدفعون من جيبهم للمشاركة أو للعمل في التنقيب. نعم، هل هاجر الكثير من الآثريين السوريين؟ نعم، خارج سوريا؟ نعم. قديش تقريبا أعدادهم؟ لا يوجد لدي رقم، لكن أعرف من خلال مع الأصدقاء اللي كنا ندرس سوية في الجامعة كثيرين، أغلب على سبيل المثال الدفعة التي أنا درست معها أغلبهم. أنت من أي دفعة؟ بدنا 2001. 2001، خريجي 2001. خريجي 2001. يعني فينا نقول هلأ أنتوا أبواب تقاعد ولا لسه؟ يعني تقريبا. هل تعرضتوا لتهديدات أثناء الحرب بما أنه كنتوا تشتغلوا بهالبوادي، تهديدات حقيقية؟ الحمد لله، لأن هناك بشكل دائم عندما نقوم العمل في أي موقع يتم إعلام الجهات الموجودة بجوارنا. نعم. في حال وجود أي خطر يتم إعلامنا بأن المكان يجب أن تغادروه فورا. 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 كتهديد أشخاص لا. ما صار. الحمد لله لا، حتى الوقت الحاضر لم يحصل. لكن دائما التهديد يكون على سبيل المثال
عندما كنا نعمل خلال الحرب نحن كنا نعمل لم نتوقف. ما توقفتوا خلال الحرب؟ نهائيا، لأن كانت الأولويات أيضا إنقاذ المجموعات المتحفية. نعم. من المتاحف تلك الفترة. نعم. كان الخطر من قذائف، الخطر من تفجيرات، الخطر من ألغام. أحيانا كان نخاف على الطريق إن كان هناك أي شخص، لكن للأسف حدث بعض الأمور بسيطة ولم يكن هناك أضرار بالغة، أي أن أحد الأشخاص توفى. مين في من الشهداء؟ يوجد 14 شهيد في المديرية العامة للآثار والمتاحف استشهدوا على رأس عملهم. على رأس عملهم خلال الحرب. عملهم خلال الحرب. نعم، معروفة أسماءهم طبعاً وتم طبعاً. تكريمهم طبعاً. تقريباً. تقريباً تقريباً. شو وضع المتاحف بسوريا حاليا؟ حاليا الجميع لما حدث في متحف إدلب، تم سرقة متحف إدلب ومتحف نعم. الرقة. نعم. متحفين. سرقة كاملة. نعم. نعم. نعم سرقة كاملة. وجدت المسروقات؟ حتى الوقت الحاضر لا. لم توجد المسروقات. وعسر على في منذ فترة ظهر أحد الرقم المسماري التي سرقت متحف إدلب في ألمانيا. في ألمانيا وطالبت بإعادته. طالبنا فيها. شو صار معه لهذا الرقم؟ طبعا الموضوع معقد جدا. أحيانا كثير من الأشخاص يتحدثون لي لماذا لا يتم استعادة هذا القطع. موضوع الاستعادة معقد جدا، أحيانا يستمر 20 عاما. أوب. ليش؟ لسبب بسيط، لأن قوانين الدولة التي عثرت عليها مختلفة عن قوانين لدينا. على سبيل المثال عندما نتحدث عن شراء القطع الأثرية في أوروبا مسموح امتلاك الحيازة مسموحة، وإضافة إلى أنه كثير منهم يقوم بتغيير وإنشاء هوية مزورة لهذه القطع. نعم. حتى يتم معرفة وهذا التزوير، وأيضا أنت يجب أن تثبت بهذه أن هذه القطع هي ملكيتنا. نعم. أثبتنا، أرسلنا للأنتربول وأرسلنا للجهات المعنية اليونسكو وغيرها، لأن هذه القطع أنه هي لدينا الوثائق التي تشير أنها مسروقة من المتحف. المتحف موضوع مختلف عن الموقع التي سرقت من الموقع، هي ستعود. لا ننسى أيضا العلاقات السياسية لها دور أساسي وكبير في عودة القطع الأثرية. نعم. لا ننسى أيضا التكاليف المادية، لأنك يجب أن توكل محامي. نعم. بهذا الأمر، والقضاء يستمر على 2 أو 3 أو 4 أو 5 حتى يصدر قرار بأن هذه القطع يجب أن تعود إلى سوريا. وهذه الحالة حدثت منذ فترة، منذ عام 2014 لدينا قضية، منذ حوالي شهر قضاء السويسري أصدر بعودتها إلى سوريا من 10 سنين. من 10 سنين. وإمتى رح ترجع؟ بتاخذ كمان 10 سنين؟ عادت وتم تسليمها إلى الجهات السورية. شو كانت هي القطع؟ عبارة عن شاهدة نصب جزء من آشوريا، شهادة أدد نيراري. أيوة. من 10 أعوام. من 10 أعوام. كيف وضع إقبال المواطنين على المتاحف؟ يوجد الحاء الآن بشكل إيجابي أكثر من السابق، ويوجد اهتمام. الإشكالية تكمن بأن المجتمع المحلي يجب أن يكون له دور أكبر في حماية التراث، وأيضا ليس فقط في الحماية، وأيضا التعرف على هذا التراث ويكون جزء من هذا التراث، لا سيما الذين يقطنون أو يعيشون بجوار المواقع الأثرية. نعم. لأن الدور الأساسي في الدفاع يكون الأشخاص الذين يعيشون في القرب من هذه المواقع، وأيضا يجب العمل على أن يكون هذه المواقع لها دور اقتصادي. نعم. للسكان، عندما يكون الموقع الأثري هو عبء ونقول مشكلة للمواطنين، بدون شك سيكون المواطن أول أشخاص الذين لا يرغب بوجود. يخربون ويدمرون الموقع. نعم. لكن عندما تكون القوانين والتشريعات وكل شيء هو يصب في مصلحة المجتمع المحلي الذي يقطن بجوار هذه المواقع، أكيد بدون شك المدافع الأول هو المواطن. المواطن. أنتوا طبعا ممكن في بعتقد بالمتحف الوطني الموجود بالعاصمة دمشق. نعم. بتاخدوا قطع معينة من أي موقع أثري وبتحطوه بالمكان، بتقولوا هاي من آثار إبلة، هاي من نعم. آثار نعم. ولكن بيبقى الموقع بقطعه الرئيسية بمكانه. بمكانه. نعم. طب هذا كيف بده يصير في توجيه؟ لا يكون في باصات بتاخد هالطلاب، يصير في تنسيق مع وزارة التربية مثلا لحتى يتم التعرف على. كنت أنا بتذكر جيلنا، نحن الجيل اللي متخرج بال 2006، أنت بال 2001، كنا نروح لما كنا طلاب صغار. نعم. نروح على مدرج بصرة. نعم. نروح على موقع إبلة، نروح على موقع ماري، رغم أنه تأكل أحيانا الرحلة نهار كامل. نعم. نهار كامل. هلأ ما بقى فيه، هلأ الظروف تغيرت على سبيل المثال، لأن الموضوع ليس معني في المديرية العامة للآثار. عندما نتحدث عن الأطفال لدينا زيارات للأطفال في المتحف، لكن في المواقع حاليا بسبب الأوضاع تغيرت الظروف، يخافون أن يذهبوا إلى المواقع في وضع الرهن. الأهالي أحيانا لا يرغبون بأن أطفالهم يغادرون إلى مناطق بعيدة.
لكن أيضا هذا الدور هو مناط بوزارة التربية ليس في المديرية العامة للآثار، هي من يجب أن تقوم بتنظيم الرحلات والزيارة إلى المواقع الأثرية. نحن دورنا يأتي عندما يأتي شخص نقوم له بالشرح والاستقبال وأي معلومة يمكن أن نقدمها خلال تواجدهم في هذا الموقع. نعم. الموضوع الآخر الجامعات نفس الشيء. أحيانا الجامعات لدى كان هناك معسكر إنتاجي، الآن توقف المعسكر الإنتاجي، ما عاد في يطلعوا على التنقيب هلا حاليا. نعم نعم, نعم. بعض الطلاب بيقولوا بالقسمين المعنيين بالموضوع الأثري، لأن قسم التاريخ وقسم الأثر، بيقولوا موادنا تقريبا متطابقة مو بتشبه بعضها، يعني القسمين بيدرسوا مدخل إلى تاريخ الحضارة، القسمين بيدرسوا العصر الحجري للدكتور سلطان محيسن، عصور ما قبل التاريخ للدكتور محمد حرب فرزات، كل القسمين بيشبهوا بعض كتير، بيفرقوا عن بعضهم بموضوع الترميم مثلا، ممكن الترميم الأثري بياخدوه طلاب الآثار غير طلاب التاريخ، وإلا تقريبا في تطابق. بيقولوا ليش ما بيصير في دمج للقسمين برعاية المدير العام للأثر المتاح، بيصير القسمين قسم واحد وبيتم التفريع فيما بعد، لأنه طلاب الآثار بيقولوا نحن ما مندرس، نحن ما عندنا إمكانية التدريس، غير مسموح لهم، غير مسموح لهم طبعا القانون، غير مسموح لهم مع أنهم خريجين جامعات، غير مسموح لخريج الآثار بالقانون. كل المسابقات التربية التي تحدث لا يوجد أي طلب لخريج قسم الآثار، رغم أنه فيه بإمكانه خريج تدريس جامعة معروف، بإمكانه تدريس التاريخ وبسهولة أيضا. إذا في منع لإله من التدريس، وطالب التاريخ بيقول يحق له التدريس، يحق له التدريس، ولكن لا يحق له إلا بموافقة منكم يعمل بموضوع التنقيب. طبعا التنقيب كل من هو غير موظف يجب أن يقدم طلب إن كان يرغب بالعمل في الأثري. نعم. ونحن نسمح بهذا الموضوع كإدارة ومديرين عام للآثار، تسمح بموافقة على الطلاب المشاركة بأعمال البعثات الأثرية. طبعا هذا الامر كان بشكل كبير جدا قبل عام 2011. حاليا عدد البعثات قليل، وبالتالي لا يوجد فرص لكل الطلاب. نعم. فنحن نحاول ان نوزع هذه الفرص على الاشخاص كل عام. وفي منافسه كمان من المعهد، في المعهد كمان طلاب المعهد، معهد الاثار ايضا. نعم. وبيشتغلوا دائما ويدويا اكثر من النظر. نعم نعم، لانه بتعطون هنيك تطبيق اكثر، بيكون ميداني اكثر، فبالتالي الفرص قليله والطلب كبير جدا. أما نعم. هو مسموح لأي طالب قسم تاريخ أو طالب قسم آثار أن يقدم طلب وأن يوافق عليه. على سبيل المثال أيضا هذا العام وافقنا لمجموعة من الطلاب العمل مع البعث الإيطالي في ريف دمشق، وافقنا لهم العمل في مع البعث الهنغاري في طرطوس. نعم. العام القادم مثلا على سبيل المثال الذين شاركوا هذا العام نعطي فرصة لغيرهم ليشاركوا في العام القادم. استفادتهم المادية للطلاب قديش تقريبا عم تكون من هيك؟ هذا الموضوع لا تدخلوا فيه، هذا الأمر يعود إلى مدير البعثة. نعم. هو بجميع الأحوال في عالميا الطالب عمليا لا يقدم له راتب، وإنه ما وفق القوانين أتحدث. نعم. الطعام والشراب والتنقل فقط، ويكتسب الخبرة، هو يشارك لاكتساب الخبرة. نعم. مين فينا نقول من الوطن العربي بينافس الآثار السوري؟ المصري؟ لدى المصريين أيضا نعم لديهم. شو الفرق بينه وبين المصري؟ لا يوجد فرق بالنسبة للأشخاص، بالعكس السوريين لديهم إمكانيات كبيرة وفكر أكبر، وأيضا بمواضيع الآثار يلم أكثر لسبب واحد بس. أن السوري لديهم حضارات متعاقبة، بينما بمصر هناك لون فرعوني واحد. نعم. فالسوري يستطيع أن يعمل بأي مكان، المصري ربما يستطيع أن يعمل بأي مكان، لكن ليس لديه الخلفية الثقافية بالنسبة للفترات التاريخية مثل السوري. نعم، لأنه اللون بالفترة الهلينستية تشاهد أنها فرعوني، بالفترة الرومانية فرعوني، فرعوني، فهو الصبغة المائلة على الآثار المصرية هي الفرعونية. نعم. بينما في سوريا من عصور ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحالي هناك الكثير والكثير والكثير من الفترات الزمنية والصفات الفنية وأيضا العمارة مختلفة من كل حقبة. شو الفرق بين متاحفنا ومتاحف الوطن العربي والمتاحف المصرية حصرا؟ الكل بيمدح بالمتاحف المصرية. المتاحف المصرية هناك الكثير من المشاريع. وبشكل أساسي لا ننسى بأن هناك منظمات أمريكية. نعم. ومؤسسات ومعاهد وبريطانية أيضا يابانية تعمل لا سيما في المتحف المصري الكبير حاليا. نعم. وهناك جهود وخبراء من كل العالم يقومون بهذا العمل. نعم. الفرق بأن هناك لديهم الكثير من الإمكانيات ولديهم الكثير من الجهات الأجنبية العالمية التي تعمل في مجال المتاحف. هذا الأمر بدون شك سيميزهم. نعم. رب ضارة نافعة، لما صارت الحرائق في الفترة الأخيرة تم اكتشاف مدافن جنائزية بيزنطية بمنطقة طرطوس على ما أعتقد، ولا
هذا أقدم بعتقد قبل عامين. هي تتحدث عن منطقة الغاب. بمنطقة الغاب. نعم. منطقة على الغاب أثر الحرائق ظهرت. ظهرت أحد المدافن، أحد المدافن الهرمية على شكل هرمي. وهذا مميز جدا. مميز، وهو نماذجه معروفة. لدينا نموذج في منطقة البقرة في إدلب. بإدلب. نعم. ونوجد بمنطقة الغاب. منطقة الغاب هو استمرارية لهذا النوع من الفترة من المدافن. كيف كان مدفون والحرائق أظهرته؟ اللي كان هناك الكثير من الأعشاب والأشجار، لكن المدفن هو منشور عنه من عام 1920، أي أنه كان ظاهر في عام 1920-1925 وتم طمره خلال الزمن، تم إعادة غمره بالأعشاب ولم يعد ظاهرا، لكن المدفن معروف وهناك نشر علمي عن هذا المدفن. وهناك كثير أيضا من الآثار التي كانت ظاهرة في عام 1930-1940-1950 وتم إعادة تغطيتها بسبب أو آخر، ونعيد وإحياؤه من جديد حاليا عندما يتم العثور عليه صدفة، نعود إلى المراجع والمصادر لنعلم بأنه كان معروف سابقا. بدي أتشكر كتير الدكتور همام سعد مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للأثار والمتاحف، كنت ضيف حلقة خدمة مواطن لهذا الثلاثاء. شكرا لك كتير. شكرا لكم.